غسان الله يساعدك، الدراسة هاد حيلك. يلا شد همتك وطلع معدل. سمعت باجي وداد تقول رغبتك تكمل طب أطفال. ناس انت ليش ده حابين تنهزمين معي؟ اني بالعكس ردت مني شي وما سويت لك اياه، سحبتني فد يوم وما جاوبتك، سمعتك شي غثك. مو شرط تسوين كل هالاشياء حتى تقنعيني ان انت ما متجاهله. لا غسان لا، بالعكس اصلا انا مقدره ظروفك وظروف سحر، لانه انتم فتره امتحانات. انت ما تعرف ايش قد انا تعذبني يوم تركت الدراسه، هسه اكمل دراستي وتشوف. يا ناس عارفين ان هالكلاوات وباوعي. هاي شبيك غسان، هاي شبيك، مو عم تحكي معي بهالشكل. بعد ليش بدك تنهزميني؟ ليش غرفتي ما تدخليها؟ ليش من اطلب شيء من عندك ما تجيبينه؟ ايش وقت طلبت مني شيء وما جبت لك اياه؟ بس ذاك اليوم ردت القاموس وقلت لك مشغوله ويا امك. زين تعال اريد احكي معك. تعال لغرفتي، تعال غسان، تعالي غسان. غسان يعني الحكي هنا راح يكون له غير معنى. تعال 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 اريد احكي معك. لا تعال غسان، لا تعال، لا تعال دين دا أقول ليش تعال. غسان هاش فيك انت اليوم تخبلت؟ تعال تعال سعدي، لا تعال دين. غسان عرفني وتأدب. تلما مؤدبة يا سخيفة. هاي سخيفة هاي ضربيني؟ ايه اضربك، سمعت؟ اضربك مرة ثانية اذا تسويها اكسر ايدك. اكسر عينك، اكسر عينك. هاي الفلوس ما اقبلها. جدي متابع امه. ربع مليون مهدي امه. ايش تشتغل انت؟ كل شيء، هذه مهنه سيارات الدور ذهب امه. نواف يقول ملمومه عليك كومه عقارب. عقارب ايش؟ هذا يهدي امه. انا هسه رجال واقدر اطلع حقي من حلق السبع. الاصغر مني قدروا يلمون الملايين. شو ذول اللي جفتون الواتر بام؟ شو ذول اللي يشتغلون بالقراين؟ اللي يفسخون السيارات؟ لا يا ام مهدي لا لا، هذه فلوس حرام. هاي لا من تفسيخ السيارات ولا ما ادري هالشغلتكم انتم شو تسموها. ولك يا ام مهدي ولك تصدق انت تشتغلوا بعصابه؟ هم سمعتي كلام هذا الطرن؟ لا تقول طرن، هذا لمني ولم اخوتك ببيت، هذا رجلي وابو بيتي. معقوله؟ معقوله هذا العربيد اللي بازع منه القاع واللي طردني منها البيت بالعجوله والشلاليخ تفضلي علي واني ابنك؟ هذا اللي يوميا مودئي ناس بهبيه. نواف سيطلع رجلك وابو بيتك؟ اي اقلع علي بوق ولا يسلم احد. ايش ما ادريك انا ابوك واسلم؟ من هو اللي شكالك حاله مني؟ بعد بعد هاي الفلوس وهاي الغراض يوميا مشتري لك بخمسين ستين الف دينار. ولك يوم ولك يوم مهدي ايش بالعجلة ما جدك؟ رجال واخو خيته ما صايره. انت مو تتباهين وتقولين ابني جا خيره؟ افتهمناك يا يوم. هيدك مفخر الي ورفعت راس، بس بالاصول يمه فيتك هيبه الي وناموس، بس بالحلال يمه. قلها نواف لا باك ولا سلم احد. هذا نوافك اذا ما يقول لي من هو اللي مسلم شيء الا اترس حلق رصاص. زين لك يا ابو مهدي، لك يا ابو شايد مسدس، ولك يما ما ادري يشتغل صانع بقراج يشيل المسدس. هو بقى امان، انت تدرين شنو يعني قراج ورا درابين الشيخ عمر؟ هبيه تنبلع عشيره وما حد يعرف بيها. انت ما تريدين احافظ على نفسي؟ لا يما لا، لا لبسك هذا ولا جبارك الاجنبيه ولا المسدس اللي شايل ولا الاسوار اللي سويتها بالرجال لما اجى يسال عليك. وحكالك مو؟ حسيت حسيت وشفت اثار السلاسل بظهره. عندي بدي اطلع من بيتي. انا لا اريد غراضك ولا اريدك ولا اريد اشوفك بعد. اطلع من بيتي، اطلع اطلع بعد ما اشوفك. الشكل ها؟ تبيعين وتشتري النواف، طرديني وانا ابنك يمه. لكني اني رضعت من صدري على حب الخير وحب الناس. طلبت يا يما ما اشوفك بعد.
زين خليه يفيد شنواف الشعب. إذا جارك يا عيد أمي الله يزيدك يا أبي الله يحفظك يا هلا يا مالا يا مرحبا يا الله صدق لو قال يعني. أخوات وكريم وابن حلال الله يزيدك ليش شوف ذني شنو يا الله ماشي ها شوف فلوس ها ها بويا يعني اطير خو ما اطير القفا القفا الباور باور اخر من الباور مهدي الله يسعدك عم عبود هلا يبا هلا مرحبا هلا هلا مبروك للنونة شكرا تسلم الحمد لله على سلامة أمك تسلم تسلم الله يخليك هلا هلا إيه مالا هلا 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 بوليدي هلا بوليدي شو أنا وليد در كل شهوب يطلع مثلي يبعر ايش بك عبود خبر سؤال واحد جاوبيني علي ابنك وين يشتغل بقراج ورا الشقيق عمر شو اسمه هذا القراج ما ادري احكي ولك احكي وين يشتغل ايش بك بعدين مو عيب اسهل باسمي ليش انا ما عندي ولد اولاد ايش اولاد ايش زبزب اولاد ايش اولاد هذا المهدي المجرم ابنك ابنك فد واحد عصابتي ومسلبتي وسيب عندي سلبني مليون دينار ربع امتحنتي مليون دينار ربع شلون اليوم الحمد لله توقف السالفة. ايه الله يحفظك. دير راضيين؟ رضعيه من صدرك ايش قد نبي. سلامتكم. يطلع هذا يطلع اليوم زين. امرك دكتور. طيب الله يحفظك يا رب. توقف السالفة؟ لا دكتور بعد مستمر. يستمر على السوائل والارواء الفموي. إلى أن تثبت حالته ويتوقف الإسهال. المغذي مستمر؟ مستمر دكتور. التحليل هنا يقول ماكو بكتيريا. يعني رضاعة لازم تستمر. أختي الطفل ضعيف ويحتاج لغذاء. رضعيش قد ما تقدرين من صدرك على مود يعوض ما فقده من سوائل. رضعيش زين. صار دكتور. شلون شهاب؟ الحمد لله. بشر الليلة تبقون ويستمر على العلاج المقرر له زين دكتور أرضعها؟ عادي رضعيش قبل تدري من صدرك زين قولي لي تخوفني؟ لسه بدهم قولي لي مهدي وين قولي لي؟ قول ترى عبا واحد قلشها واللي شهبه باسمه ترى وصلها للضالين قولي وين اشتغل؟ احسن ما عيب عليك سددني ترى صيح لك نوافها وانا عبا
عبود وانا بالمركز اصلحوا لي عبود لزق يابا وحقا اشهر واللي شهب بسمه وحليب امي ترى هاي القضيه ترى اخلي يصير بيها قصر بس قل لي المهدي وين يطلعون لي فلوسي ما راي جاد ازرع بس فلوسي والقبه بدها فلوسي بس شنو قبل هاي ما تجاني انا بدي فلوسي انا بدي فلوسي انا بدي فلوسي بس فلوسي عبود هاي انت هنا مرتك وابنك بالمستشفى ويريدك هنا ابني شوبي شبي صار ها اكيد اجمعوا علي على على النزوم بالبيت اكيد هذا ميدي اكيد هذا ميدي انا بدي فلوسي يعني على كيفك ابنك عنده التهاب قصبات يعني وجابها على هاي جابها على ايب وهي المصايب تجي عليك كلها مره مره وحده انا جبت فلوسي انا جبت فلوسي انا جبت فلوسي ما لي فلوس يا ابن فلوس تقولي ايش فيك انت ايش عندك هنا مصيبه مصيبه كذا وقعد على راسي يا امي وقعد على راسي بعد وين مو هذا ابن فرد واحد عصابتي فرد واحد بس عصابتي مترعس لعصابه اللي ابو تسلم واخذ فلوسي مليون دينار باقوني 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 عيب عليك عيب عليك عبود استحي انا يا ابني زيد الشباب في 3000 اصيحن هذا سيارات رقم سيارات الباور هاي اللي باقوني بيها فلوسي هاي عندي شوفت باي 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 والله سلمك بنفسه اذا مو هو بنفسه فحتما الى طلع بيها قل لي انا اعرفه كل زين انا اعرفه كل انا اقف على عنته مليون دينار مليون دينار ربع سلم بيها هو جماعه عصابته يعني هاي الفلوس هاي الفلوس اللي انا طلعتها من علق الاخبار وبالشاب عاد اللي حصلت عليها يجي هذا مهيج العصابه المسلمتي وياخذها بارد مبرد يابا وحق الاشهاب واللي شهب باسمه اوصلها للضال لين واسويها اسوي ما صار دمتي انا بغيت اسوي بغري انا عندي فلوسي انا عندي عطوني شنطه يا عمي يا عمي ما عندي فلوسي اقول صبحي ها الرقم مال الباور الاصلي وين موجود جوا هذا الرقم مدى شفنا رجع اسوي العاد زين مهدي يقول من تفك هذا الرقم شد على ذاك اللوري سكراب اللي هناك افتهمت أعرف شغلي بس أنت ما عليك صار يا أبو صار قومي قومي يا هاتلي قومي لبسي عبايتك لبسي 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 يا عيني ايش فيك امشي امشي فضي وين هو الطفل مريض خطية والطبيب يقول لازم يوقف هنا وتحت العلاج وتحت الرعاية ما في شيء احنا ندير بالنا عليه احنا ندرس الغرض في قواعد دافية مو بس هاي ابن زمزم فتها المرار في فت لو بس اضطفى لا حول ولا قوة الا بالله تعال وياك يا عبود امشي 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 هاي وزنها مرت المستشفى عفوا عفوا يا زلمي هاي فارس من العالم بعوضها المستشفى جيبي جيبي الماشينة يلا يلا ساعة ساعة امشي اكون نسوى يا عبود عيونك نطلع عيني نطلع طلعين شلون ابنك مريض ولازم تبقي هنا لا 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 شهوبي شهوبي ورد قداح شهوبي ما بيصير ما بيشي ما بي انا طلع انا مسؤوليتني اني ابو اني اقوم بواجبه ما بي ما بيشي واجب او نص الليل تجون النبي راقبين عيوني في دول عينك في دول طولك هذا مخبل وخجلني براسي هو ليش اكو واحد يقدر يحكي ويا عبو هو اللي يطير من عنده مليون وربع يبقى عاقل نمشي على الطينه يلا ما نوقع على مسؤوليتك ايش انا وقع سيفر مشكله هي امشي شهوبي ورد قداح وين صار هالولد؟ شلون؟ المن نسأل؟ كان رحت المستشفى، رحت لمركز الشرطة، مو بس قاعد تفتر وتدافع وتفرفر براسك. ما بمو رحت، ما خليت مكالمة سألت عليه، قالوا لا رايح ولا جاي، وطردوني من الباب. شماله؟ عزل عزاج فتنة، خاف قدوري صار في شيء. إذا قدوري صار بشي أبتل روحي هو بس أقول بقالي راح على واحد قال صديق وهو يعرف يتصرف وأخذ وياه ربع مليون دينار زين زين بقال اسمه عنوانه منين مع منين حمادي هو اللي يعرف حمادي هو بالحبس دز على واحد يسوي تصريف العبود يلعب بتهين على حمادي شكو قاعدين ومقابليني بابا خالو حمادي نقلوه المحكمة الخاصة بوزارة الداخلية نقلوه شنو يعني اكو لجنة تحقيقية هناك وموقف خاص يعني ما حد يقدر يوصل له هاي هي حلها ابني الشفية المطيرشي الكوني قدري الكوني قدري يا عالم قدري وين صار بهالليل امرنا لله قوم قوم نروح نسأل الشرطة وين نقلوا الحمادي بابا والله ما يطلع جواب شبيكم لك تمشي قدري خويا خويا بس انت ما
بعدين شنو؟ لي وين راح يوصلنا هذا صاحبك؟ انت خايف؟ انا صدري مقبوض واقول الله يستر من تاليه. ليس معك. لا بيزعج كتكوت ما صار ايش دليل عديت ابو بيوت لك كهربائي في موعد اسمع عبود وياك تراني مالي علاقه لا شفت شيء ولا تدخلت بالموضوع ولا عني طرف افتهمت لو لا يا بي صم بكم عمي انت بس قل لي هذا ابن مرتك وين الف رحمه على ذاك الاب طاش لك بابا هذا مهدي فد واحد شرس ما تقول لي جابك عن مهدي دعتك افعصف عصب هاي الايد مثل حبه العنب انت بس قل لي هو هذا مهدي وين وما عليك والله بالعافية عليك بالشيخ عمر وين البنزيخانة مال الشيخ عمر اكو دربونة وراها بيها تفليج وقبالك يصير الجراج شو اسمه اسمه جراج حويدر باب زرقة كبيرة مكتوب عليه جراج حويدر انت طب وبعد مالك شغلة انا هسا اروح لو دعتك اقول لك شكو ترى اني ما مسؤول عليش. افتهمت عليش. لان جراج حويدر اللي طب له ما يطلع منه سلامات وشنو يا بي شنو يا بي اول ما طبيت استقبلوني قلابي دفران ايش كلات هسه تروح ان شاء الله وتشوف وشنو يا بي بحر الظلمات ذاك بابا بحر الظلمات وين ودعتك افوت له واشوف الرجال اللي ما يطلع من عنده انت هو هذا مهدي هناك لو لا هو ويا واحد شويه وسطت عمر رجال طويل اصلع يجي هسه تشوفهم التمنيه بس ودعتك راح اراويك الامهات شو تجيب ودعت اي انت وين اي انت وين لا وين راح تفصل مهدي ملاعين الوالدين لكم مش بالعجر بدلتوا الرقم صدوق هدي 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 من زمزم اطلع لك اطلع هدي
هدي اطلع لك هدي مهدي بتجاوبني مهدي واني جيرانكم واني انا عبود الضامن نسيتني اطلع خلت فاهم لك سيارة الباور وشدتها مهدي مهدي هاي انت مهدي كافي لعب بالضوايات واطلع خلت فاهم انا وياك مهدي ترى انا كشفتكم وعرفت السيارة اللي سلبتوني بيها تطلع خل نفضها وبنتفاهم وبالتي هي احسن تالي عاد مهدي تتقشمري بالضويات ابو الاوله مالتك تطلع خل اشوفك لا 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 مهدي لا 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 لك مهدي مهدي شيل الملاعب يا شيل الملاعب اطلع اطلع اقول لك اطلع مهدي اطلع ها 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 شيل الملاعب مهدي ها شيل الملاعب اطلع لي اقول لك اطلع لي اطلع لي ها آه معبود ليش هالشكل يا وليدي ليش هالشكل يا ابني ليش هالشكل وين المليون ربع مالتي ماذا اسمع المليون وربع مالتي انا اعرفك كل زين انت اللي سلبني اياها انت 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 ابو المناظر السوداء وبيدك المسدس وانت خذ سلبتني اياها انت لا مو متوهم لا ما متوهم انت نفسك انت اللي ركبت نفس السياره اللي وجدتها انا بالمحطه طبعا انا اردي فلوسي لا اسوي سوايا هسه مو ما عبود ارجع لبيتك عم عبود انت رجال فقير واحنا ناس على باب الله ارجع لبيتك وسد هالموضوع بس انا ليش دحين فوق قايل ابعد هذا عني مهدي ابعد هذا عني مهدي انا مهدي عبود اعرف تسمي الرياجيل بس ما هم مهدي لا 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 يا عم عبود راح ترجع الخاله نسومه وشهوب الورده بسلام لو لا 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 عيوني انت لا اكيد 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 ارجع يعني انا شلون اقبل نفسي انه اختلف انا وابن اختي على مليون وربع لا بس بتاعك انا فقير عم عبود تروح ساكت ترى شالت البلوعه ويا ما تشيل لا لا, لا 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 اكيد اكيد انت ابن اختي وانا خالك وعمك واقول يا معوض شيل المليون وربع بدولك المليون وربع يا معوض شيل المليون وربع من فتقدغه هي يا معوض وداحتك وصخ دنيا وراسك الكريم هذا ما نختلف سبح الله يا ابي على كيف بس وداحتك يعني ما شيلها بدولك وداحتك شيل المليون وربع فتقدغه هي يا معوض مو مشكله يعني بس انا مثل ابوك انا مثل عمك خالك يعني تشتغمر يصير ودعتك تشتغمر يصير يا معود هسه انت لو فت الطين فوق المليون هاي لو تطير فوق المليون انا ما اريده جزوبي انا جزوبي بس اقول لك صدق هاي شوف بلاليحكم مليانه بلاوي بس ودعتك هاي تولي المليون ربع فدوا عليك المليون ربع والمليون وعبود واني طالع شيلها عبود تروح ساكت صم بكم عمي فهم لا يبصرون سر كبير الظلام عبود يا ابو شاب عيون ابو شاب منو دلاك علي من صدق الهجام هاي رجل امه غير هاي الفطايس لازم نشوف الاشاره الليله بعدين هذا الكلب ما جاي هنا الا كيف شايف البرشقه مالتك صبحي الباور هذا جزء كذا بالمحطه ولما جينا للعماره
اتأكد. بس اخ لو اعرف منو دلاع علينا. اكو غير النواف. انا لك ريا وسكينة يخلوهم بعبهم سيدي. عبود. نعم سيدي. انت شارهم جايش حلو ما طلعنا معاميل وواحد قام يعرف الله. ايش لاقيني سيدي على بختك سكير وليلي ابطوطح على أرصفة وكل ما تشتعل إشارة المرور حمرة انزل لك على أهل الصالونات وما ديدي. حسن قليل تدفع بلايا كثيرة. اسا انت شنو مقاعدني بهالليل؟ تدري ساعة بيش اسا؟ سيدي صلخوني صلخوني وجردوني من كل شيء ما ادري انا اتفاهم ويا من. من امه؟ عصابة مهيدي بن زمزم. تعرفهم شمال؟ مو زمزم امه جارتي حيط على حيط يا سيدي ويا واحد شوية اكبر من عنده يطلع عمره حوالي تقريبا بالثلاثين سنة وثالثهم بالاربعين اصلع اجلح املح راسه مدور يلمع كأنه رقي مال الموصل. سلبوني كل شيء سيدي سلبوني سيدي لو تشوف بلوخة القراج هذا هذا شعرك المصفط رأسه تني شيب ويصير قطن سيدي. نو اصنف على شعري مخششنا بالاصوليات سيدي. لا صحيح عليه ترى يعني هذا الصياح اداه زجر يب عرضي هذا اداه زجر ما تنقال الامثال ما تنقال الامثال. ليش؟ لانه اني سيدي اني افتهمنا. ايش قلت؟ شكوا بالبلوعه بالقراج. عبود. نعم سيدي. ترى انت لو حلمان لو سكران. لا 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 ودعتك سيدي جبتني اثنين بالبلوعه واحده مال قدري اخو حمادي اخو حجية فتنة اخو حجية فتنة هاي اللي سوت فلك لعبه فلك بمشهر. اي وشلون سلموك؟ سيدي مو مهدي ابن زمزم جوارين احنا بالعماره مو اني صار عندي مليون ربع سيدي هذا مهدي قال شلون اخذ من عبود ذني فاجاني كان يقول لي اكوش عندنا غراض تسوى له حوالي تقريبا بالعشر ملايين ما انفد واحد معتاز ولاحقت الديانه هو ايش قال لي؟ زين. نعم سيدي. وشنو نوع هاي البضاعه؟ سيدي انا اقول لك شنو دريلات همر على محولات كهربائيه. سيدي سلموني واستدرجوني للقراج وسووا بي فلك سيدي. زين واذا رحنا لهناك وما لقينا شيء ودوا جدي للدباغ. نودي للدباغ. نعم سيدي. ونستضيفك هنا بتهمه تضليل العداله. موافق سيدي. بس هم نفسكم فدور وينك هم نفسكم هم اخ مهيدي بن زمزم اخ انا لك اخ 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 الاء تعال انت اطلع بالبراديلي. ها انت اطلع بالبراديلي والجراج جراج عودة حيدر ابو جمره احنا وصلناه عنده يعني من يعرفنا من يسال علينا ادري يعني شنو بعدنا نرجع عايزه بعد وانت عايف وكالة انباء برا انا اعرف العبود صبحي. نعم يلا بسرعه يلا انزل اشو لا جت السيارات المكافحه لا جهزت تطويق سيدي
غير نستعلم بالأول. يعني عبود الضامن مو ثقة؟ لا تقول تقول يا سيدي. مبالغاتك كلها فالصة عبود. أنت فد واحد ورواري، إذا طلعت الليلة كذاب إلا أسوي جلدك فروة. ها نشوف. بس أقول لك شغلة سيدي، ترى هذولي مسلحين وأني ما علي إذا صار رقعة شلعة الفلس. إيه احنا راح نقدمك بالهجوم عبود. انا ابو شعب ليش؟ يا اقلها من يعرفوك يامنون. منا 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 سيدي منا 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 صبحي. نعم. جهزتوا الحديد والوايرات؟ مشدودة وياهم. هاي هي. هسه نشمرهم ويغطون بزاوية قائمة. زين طفحوا بالنهر باكر. شلون؟ لا أبوي هاي شغلة مجربة. اللي ينزل الطين الحري يصير له لحد. زين ننزل؟ ها؟ لا. انتظر. بنيجي علاوي. زين. ويخلى الجو. صار. وانا تقدم الضابط يقول لك تقدم شعيك انت شعيك عبود سيدي خش عليهم خليك مأنون خش واحنا بعدين احنا فت وراك فت وراي حلو كلش حلو شو وقت بعد ما اسلمها المالك المن غير لو لا عبود نعم قدم سيدي قدم. سيدي شو تقدم وانا تقدم امر تشكيل واتقدم شو لا عدو انا شنو جايبكم اخرع بكم الطلطة عبود نعم سيدي قدم نعم سيدي اتقدم شو قدم خايف انا لا خايف ولا قبل انا خايف اتقدم شنو باقي على شفت القرار؟ لا سيدي شوف روحك اتقدم سيدي. سامع ابوك نعم سيدي اتقدم بس اسوي هيك شوف سيدي سيدي اكو واحد صغيروني يلا ابو سيدي كينو مخفوات مخفوات سيدي شقلنا صباح لا سيدي صبرك عليه صبرك شو يا واشك يجوز هاي حيله من حيل ابن زمزم بعدين يجوز جوا بالكراج بالكراج خلاص عبود بابا نعم سلكهم من هاي الباب وانزل عليهم من فوق يلا بسرعه سلك نعم سيدي يلا عبود سلكهم لا حول ولا قوه الا بالله يلا عبود نعم احمول سيدي امشي يا صقعي اقول مهدي لا لولا
راح يبقون هيك يبقبقون؟ لا لا، يشبعون مي وتنتهي البقبقة. هسه ياخذهم الروج مكان بعيد وينتهون. فوت جاسم. نعم سيدي. لا شرفك كنعان. نعم سيدي. ابقوا بالرحمونة. تامر سيدي. بتاع وين رايح؟ لا عفوا عفوا. هم حبوب؟ هم حبوب مهدي؟ ما ادري علاوي ايش بيك؟ درجات الم بتجيني مره هنا ومره هنا. اي طبعا طبعا، من هاي الحبوب المخدره والمشروب اللي تشربه انت تقتل نفسك وما تدري. انت الغيت. امشي امشي اصعد السياره. يلا الحقنا. يلا بسرعه. اكو احد هنا؟ اكو احد هنا؟ لا تحكي. وين هبلت الجثث؟ سيدي هناك. شوفوا بعينك. يلا امشي هناك سيدي. هاي هناك. لا سيدي لا، تعال شوفوا بعينك. مو هناك. نعم امشي شوفوا بعينك. هاي بلوعة. هاي هاي. شوفوا شوفوا. عارف هذا الساحب. نعم سيدي. اسحب الغطاء. وين الجثث؟ لا سيدي يجوز مستقره جوا. عارف عبد صاحب؟ نعم سيدي. انبش البلوعة. لا انبش سيدي. سيدي ماكو شيء. ماكو شيء؟ شنو ماكو شيء؟ عارف صاحب شلون ماكو شيء؟ تخلي غاد تخلي غاد. اذا ما العوده اذا ما العوده شيء جاي عودة وهاي أنا سأطلع لك إياه. يلا عبود. خايف ما خايف. واه يا سيدي لقيته 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 سيدي. هاي وحدة من عندهم سيدي. هاي وحدة من عندنا. عبود. ولك انت تظل تشرب علينا. لا سيدي بعرضي تقول ذبحتنا ذبحتنا. عبود. نعم سيدي. الليله. نعم سيدي. انا اعرف شغلي وياك. لا بعرضي انا انزع من جلدك جلدي. مو هاي دقيقه سيدي مو ادري انا جاي شو جلدي بالبلوعه انت ما انت يا